مرحبا يا أصدقاء، كيفكم اليوم؟ إن شاء الله بخير. رجعناكم بفيديو جديد، تحدي جديد. ماما هتفصلكم. مرحبا يا أصدقاء، كيفكم اليوم؟ إن شاء الله بخير. اشتقنا لكم كتير كتير، صرنا فترة ما عم ننزل فيديوهات لأنه أنا ولدت، جبت بنوت عائشة، فقصرنا معكم شوي بالفيديوهات. فهلا عم نرجع نعمل تحديات. اليوم مختارة تحدي للأولاد، الأكل بدقيقة واحدة. يعني انا بحط لهم اكل وبدهم يشوف مين اكثر بياكل خلال دقيقه، وهي التحدي عباره عن 4 جولات، وبالاخر شيء مين اللي بيخسر في تحدي، في عقاب. التحدي هذا في عقاب، يعني بدهم نتعاقب اللي بيخسر. بس هلا قبل ما نبلش بالجوله الاولى شو بنقول؟ ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب واشتراك للقناة، تحطوا لايكات كتير، وتفعلوا الجرس وتحطوا لايكات كتير لمحمد. وهلا بدنا نبدا بالجوله الاولى. يلا نبدا. وهلا بنبدا بالجوله الاولى. الجوله الاولى عندكم همبرجر. حسام كتير بيحب الهمبرجر. معك يا حسام؟ هلا عندكم هدول التنتين. هلا عندكم تايمر ديا. نشوف مين بيقدر ياكل اكثر من الثاني خلال الديا، يكون هو الربحان. اتفقنا؟ وهلا حنبدا بالتايمر. يلا بلشوا. وهالتايمر. يلا بسرعة، معكم دقيقة. صار 18 ثانية، 19. حسام متحمس يربح هو. يلا يلا، صار 36 ثانية. يلا يلا تحمسوا، يلا يبدي يربح. يلا صارت 50 ثانية، 52. يلا وقفوا، وقف محمد. وها دقيقة. يلا وقفوا لنشوف مين اللي أكلت أكثر من الثاني. يلا حطوا هون. هلا مبين أنا عندي خلال دقيقة حسام أكل أكثر من محمد. محمد خسر. يعني بهاي الجولة حسام الربح ومحمد خسر، يعني محمد 0 وحسام 1. يلا هلا بكي بتعوضها بالجولة الثانية، شو رأيك؟ بس بدك تتحمس ماما، بدك بسرعة لأنه هي دقيقة. هي دقيقة. ما إنه معك وقت تاكلها، عرفت كيف؟ كل دقيقة بدك تكون أكل أكبر عدد. يلا هلا بننتقل للجولة الثانية. هلا بنبدأ بالجولة الثانية. عندكم معكرونة، عملتهم معكرونة بثوم وحامض وزيت. يلا هحط لكم التايمر، بس لكم بلشوا بتبلشوا، اتفقنا؟ يلا بسم الله بلشوا. بسم الله. محمد بيحب المعكرونة. يلا أسرع، 14 ثانية. محمد مصر بده يربح. محمد يلا يا محمد اسرع، اذا بدك تربح بدك تسرع. صار 29 ثانية. يلا يلا، برافو محمد. انا حبه ماما. يلا بسرعة يا محمد، بسرعة بسرعة يا محمد، 50 ثانية بسرعة. يلا بسرعة يا محمد. يلا خلص، خلص الوقت، وقفوا. خلص الوقت. لا مبين محمد أكل أكثر منك. محمد أكل بإيديه. محمد بالمعكرونة ما فيك تتحداه. بياكل بإيديه. بياكل بإيديه لأنه هو بحب المعكرونة. إيه بحب المعكرونة كتير.
فهلا صرنا واحد واحد. تقعدوا تقعدوا. شو ما بيربح الجولة الثانية؟ هلا هلا بنرجع لكم بالجولة الثالثة بس ليصوب من ايده محمد. يلا وهلا الجولة الثالثة هي بطاطا مقلية وكاتشب. يلا بس حط التايمر بتقولوا بسم الله وبتبلشوا. اتفقنا؟ بلشوا. بسم الله. محمد وصي يربح. يلا يلا نشوف مين بده يربح. محمد وصي يربح. ليه داعي بيحط بيده؟ شفتوا يا حسين شو عم يحط بيده؟ بحط التاتي. يلا صارت 31 ثانية. يلا 45 ثانية. يلا ما عاد معكم وقت بسرعة. يلا واقف واقفوا. قصة الضياف. هلا مبين انا عندي محمد اكل اكثر من حسين لانه هو صار ياكل كثير. انت تاكل وحده وحده. هلا هذا بهالجوله محمد كمان ربح. اثنين. صرنا 2-1. ايه بدك تشد همتك. هلا هسه في جوله واخيره وبس. إيه؟ حسام يا بتعاقب. انا يا هو بيربح بصير انت بتتعاقب. وهلا بنروح للجوله الاخيره. ايه يلا هلا قوموا صوبنا وبنرجع. وهلا الجولة الرابعة والأخيرة. عندكم تفاح. ايه. وخلال دقيقة بدكم تشوف مين بياكل أكثر. اتفقنا؟ ايه. يلا ححط التايمر. بسم الله بلشوا. بسم الله بسم الله. والله محمد شكله هو اللي حيربح بال بال أنا ربع أربيع. بس ماما يا سني كسر ما فيني اكل. ماما هذا تحدي بدك تاكل. حاول قد ما فيك. هذا تحدي. يلا بسرعه. ايوه حاول قد ما فيك بلكي بتربح. لو ما الك سنين. اربع. يلا يا ماما يلا لنشوف بلكي بتربح. ما بتعرف انت تربح ما يربح محمد. لا لنشوف اللي بياكل اكثر شيء هو بيربح. هلا كله بسرعة بس شوي شوي. ايه يلا صرت 48 ثانية. يلا حيبقى أروق. هلا مبين لحديت هلا محمد بس باكي بيقلب الشغلة حسام. يلا وقفوا خلص التايمر. فجيني انا هيك محمد اللي رفح. هلا حسام ما تزعل يا ماما. هلا هل بهالفيديو محمد ربح. بكل فيديو بيعملكم تحدي تاني تربح انت ما بتعرف. لا حربح انا بالفيديو. ماشي ما بدي اياك تزعل. اتفقنا؟ بس هلا محضرتكم عقاب ما حدا بيعرفه. هلا بنشوف. هلا بتشوفوا العقاب وبتعرفوا شو هو. هلا صارت النتيجة 3-1 و1 لحسام. يعني الفايز هو محمد. محمد انت بدك تعاقبه لحسام. وصلنا لمرحلة العقاب. محمد حب يفقع البالون فوق حسام. انا خيرته بكذا عقاب بده هو البالون لانه هو زكي الظاهر كان عارف حوله بده يربح. يلا حطه فوق راسه. يلا طقه. هذا اللي بيخسر. هيك بده يصير فيه. وهيك بكون خلص الفيديو. شو بتحبوا تقولوا؟ باي باي. تسلموا لايك اشتراك.